السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، تحديدا مكون الإملاء المندرجة من الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة، مجال الفلاحة والصناعة والتجارة، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. عنوان درس اليوم: الهمزة المتوسطة على الياء. الهمزة المتوسطة على الياء. ألاحظ وأكتشف. ألاحظ وأكتشف. أتم ملء الجدول الآتي كما في المثال. إذن عندي الكلمات، سنحدد موقع الهمزة، حركة الهمزة، حركة الحرف الذي قبلها، علامة رسمت. إذن سائمة موقع الهمزة وسط الكلمة، حركة الهمزة كسر، حركة الحرف ما قبل الهمزة الفتحة، علامة رسمت، رسمت على الياء. لماذا رسمت على الياء؟ لأن الكسرة أقوى من الفتحة، الكسرة هي أقوى الحركات. مئذنة موقع الهمزة وسط الكلمة، حركة الهمزة، لاحظوا معي، سكون، حركة الحرف الذي قبل الهمزة الذي قبلها الكسرة. علامة رسمت، رسمت أيضا على الياء. أسئلة، أسئلة موقع الهمزة الوسط، وسط الكلمة، حركة الهمزة الكسرة. الحركة التي قبل الهمزة، حركة الحرف قبلها ساكن. علامة رسمت، رسمت على الياء. قائم موقع الهمزة وسط الكلمة، إذن حركة الهمزة كسر، كسر، كسرة، حركة الحرف ما قبلها ساكن، نسميه سكون ميت أو مد. على ما رسمت، رسمت على الياء. ماذا نستنتج؟ استنتج لرسم الهمزة المتوسطة على الياء نلاحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. إذا لرسم الهمزة المتوسطة على الياء نلاحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. ترسم الهمزة المتوسطة على الياء هكذا، ترسم الهمزة المتوسطة على الياء هكذا وسط الكلمة، إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسور. إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسور أطبق أتي بكلمات تتضمن همزة متوسطة على الياء وفق ما يأتي. همزة مكسورة، همزة مكسورة، إذا مثلا قائدة. غرائب، أفئدة، هذه الهمزات، هذه الكلمات همزتها مكسورة. إذن قائدة، غرائب، أفئدة، همزة ما قبلها مكسور، يعني ما كنت ما نهتمش بالحركة ديال الهمزة، نهتم بالحركة ديال الحرف اللي قبل منها، ما قبلها مكسور. إذن ناشئة، ناشئة. لماذا كتبت الهمزة على الياء؟ كتبت الهمزة على الياء لأن الحركة ديال الهمزة مفتوحة والحركة التي قبلها مكسورة، إذن الكسرة أقوى من الفتح، لهذا تكتب على الياء. اطمئنان،
كتبت على الياء لأنها ساكنة وقبلها كسر، الكسرة أقوى من السكون. فئران، إذا ناشئة اطمئنان فئران. أتم الكلمات بكتابة الهمزة المتوسطة وأركبها في جمل مفيدة. إذا جئتم، إذا تكتب الهمزة المتوسطة على الياء أنها ساكنة وقبلها كسر، الكسر أقوى من السكون. متكئين، متكئين، إذا نأخذ واحد الجملة في كلمة جئتم، إذا جئتم باكرا، جئتم باكرا. متكئين، متكئين تكتب على الياء لأنها مكسورة وقبلها كسر. رأيت، الأطفال متكئين، متكئين عفوا، متكئين، متكئين على العشب. رأيت الأطفال متكئين على العشب. وئام، 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 وئام. طفلة مهذبة أو مجدة. وئام، طفلة مهذبة، تكتب الهمزة على الياء لأنها مفتوحة وقبلها كسر، إذا الكسرة أقوى من الفتحة. هي الكسرة خصكم تعرفوا أنها أقوى الحركات. رئة، رئة تكتب الهمزة أيضا على الياء ما قبلها كسر وهي مفتوحة. الغابة الغابة رئة الأرض. الغابة رئة الأرض. سئلة، سئلة تكتب الهمزة على الياء، إذا سئلة، سئلة اللص عن السرقة. مليئة، 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 الحافلة مليئة بالركاب. إذا جئتم باكرا، رأيت الأطفال متكئين على العشب، وئام طفلة مهذبة، الغابة رئة الأرض، سئل اللص عن السرقة، الحافلة مليئة بالركاب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.